شو هاد؟ لك يا عثمان، أنا لبست الخاتم وهلا صرت مرتبط رسمياً. أوه، ليش مفكر كل العرسان مثلك أنت؟ عندهم مين يسندهم وبحياته ما بيحني ظهره؟ شكلها غيران مني ما؟ إيه؟ ليه؟ لأنه أنت اللي عم تتقدم وأنا اللي عم بتأخر. لأنه أنت ابنه لرشاد رشدان وأنا ابن البطة السوداء. فعلا إنك ابن البطة السوداء. كا كا كوكو كا كا كوكو. لك شو عملت؟ لك شو اللي عملته؟ تعالوا 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 تعالوا. شو صار له هذا الأهبل الثاني؟ تعالوا 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 تعالوا. ليك 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 ليك. شموا ريحة البحر، يلا يلا يلا. خلاص اسمعوا هدوء الليل. حدا بده كمان؟ لا لا لا، لسه حاسس انه في شي براسي عم بنط. بز 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 بز. دعي لك هي الراعية. هي مصدقة هي مصدقة. لك دعي وين رايحة؟ سيدي القاضي، أنا ما عم أنكر تهمتي، بس مثل ما قدمت إفادتي بأول محاكمة، أنا ما ارتكبت هي الجريمة لحالي. وبعدين أنا ما كنت حابب روح لأحضر حفلة الخطبة، ولا كنت بعرف المكان اللي أخذوني عليه. مراد أصر لنروح لهنيك ورحنا. يعني لو رحنا لهنيك مشي، أو لو أنا اللي سقت السيارة، بجوز ما كان صار ولا شي من كل هاد. سيدي تعال على المهم، ما بهمني أعرف مين إجا على مكان الحادثة برضاه ومين تواجد مو برضاه. صار فعل معين هنيك وارتكبت جريمة جماعية، وكل واحد اشترك بالفعل أو ساعد على حدوثه أو ما منع وقوعه يعتبر مشترك بالجريمة. تماماً، أنا هاد اللي بدي أقول لك يا سيدي. جاوب على أسئلتي وبس، هديك الليلة. هديك البنت.